واحنا في ختام هذا الشهر الكريم العظيم، ربما يعني عملنا في صباح الخير يا مصر بعض المجهود كده علشان نبين عظمة المدرسة المصرية في التلاوة. الحلقات اللي عملها زميلنا الجميل محمد الشاذلي، وعملنا بعض الحلقات الجميلة اللي عملها زميلنا أحمد الحسيني اللي بتتكلم أيضا عن الإنشاد الديني والمدرسة المصرية في الإنشاد الديني. النهاردة يعني هنتكلم عن هذه المدرسة، ولكن يعني بشكل أكثر تطبيقا. أنا بعتبر هذه الحلقة تتويج لما سبقها من حلقات منفصلة متصلة اتكلمت عن هذا الأمر، عن بساطة المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وعن عراقتها وعن إحساسها اللي بيوصل بالفعل يعني معاني كتاب الله عز وجل. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقوله لأن امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما كان في احتفالية ليلة القدر اللي نظمتها وزارة الأوقاف. الاحتفالية دي كان فيها عدد كبير جدا من حفظة القرآن الكريم اللي كرمهم سيادة الرئيس، وعدد أيضا من المفائزين في المسابقة العالمية اللي أمتعونا ب يعني القراءة المصرية أو المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم. أكيد يا مصطفى، عشان كده معانا النهاردة الدكتور محمد نصار مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف، نعرف منه تفاصيل أكتر عن مسابقة القرآن الكريم العالمية، وكمان معانا الدكتور ماهر فرماوي الفائز بالمركز الأول في المسابقة. أهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضراتكم، مبروك الأول، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا أستاذ، ربنا تكريم عظيم. وربما احنا يعني سمعنا صوتك وعرفنا ان هو فعلا يعني ايه خير من يمثل ايه المدرسة المصرية، خير سفير للمدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم. الحمد لله، ألف مبروك. خليني أبدأ مع حضرتك يا فندم. اتفضل. الدولة المصرية ازاي بتهتم بالقرآن الكريم، بكتاب الله عز وجل؟ ازاي يعني بتعمل مسابقات محلية وعالمية؟ ازاي بتقدس هذا الكتاب و تجعل منه عبر يعني شهور السنة في زي ما يقولوا كده ماراثون من أجل الإيه الوصول لليلة القدر واحتفال ليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة، أعاده الله علينا وعلى جميع المصريين بالخير والسلام والأمن إن شاء الله. الحقيقة وزارة الأوقاف عندنا اهتمت اهتمام كبير جدا بالقرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم، وإحنا كان عندنا منطلقات شرعية لهذا الموضوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة انطلاقا من هذا المفهوم الشرعي الجميل الذي أصله فينا النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن إحنا على مدار الأعوام الماضية، يمكن تحديدا بعد انتهاء جائحة كورونا لما بدأنا واستعادت وزارة الأوقاف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وبدأنا نفعلها على أرض الواقع، الحقيقة أطلقنا عدة برامج كبيرة جدا سواء كان على مستوى الأنشطة الدعوية أو الأنشطة القرآنية. يمكن لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف تطلق هذه البرامج القرآنية وهذه الدراسات القرآنية التي تركت في الحقيقة أثرا كبيرا في الشارع المصري وبين الدارسين للقرآن الكريم. يمكن كان عندنا برنامج المقارئ القرآنية، وده كان برنامج متعدد. يعني كان عندنا لأول مرة المقارئ القرآنية التي تكون للأئمة، جميع الأئمة على مستوى الجمهورية تم عقد مقارئ قرآنية مختصة بهم. بعد كده أطلقنا المقرأة القرآنية للجمهور، وده أيضا كان برنامج جديد لم يحدث قبل ذلك، وكان بيبقى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. بعد كده بدأنا المقارئ النموذجية، ثم مقارئ كبار الأئمة، وحتى إحنا استهدفنا مش الرجال بس، استهدفنا حتى السيدات. ويمكن أول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف أيضا أطلقنا مقارئ الواعظات، يعني عندنا واعظات تابعين لوزارة الأوقاف حوالي 460 واعظة متطوعة في وزارة الأوقاف، ودول خضعنا يعني لاختبارات وتدريبات خاصة جدا تأهيل للقيام بهذا العمل والدراسات القرآنية. ده زي بيبقى تأهيل بقى للماراثون الكبير احتفال ليلة القدر. نعم، كل ده بيحصل عندنا، هو بيعتبر بيجي تتويج للآخر اللي بنتوج بيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم. يعني يعتبر هذا كان تتويجا، المسابقة العالمية تتويجا لهذا الجهد، المسابقة العالمية اللي هي العالمية للقرآن الكريم، ودي كانت رقم 29، النسخة 29 لهذا العام.
والمسابقة دي يمكن احنا ايضا اطلقنا فيها يعني لاول مرة بعض الفروع التي لم تكن موجودة من قبل، زي مثلا الفرع الذي يختص بفهم مقاصد وعلوم القرآن الكريم، والفرع الذي يختص بالقراءات المتعددة وكيفية توجيه هذه القراءات. احنا عندنا الحقيقة في هذا العام كان حوالي 8 فروع، فروع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه للصوت الحسن، وكان عندنا الفرع الذي يختص بالنشأ، الذي يختص بالقراءات، الذي يختص بالأسر القرآنية، وهذه الأمور كلها كان يعني الحقيقة جهد متواصل من وزارة الأوقاف لنصل في النهاية إلى ليلة القرآن وهي ليلة القدر. وإزاي بتبقى عالمية هذه المسابقة؟ لأن الحقيقة بيشترك فيها كل دول العالم، يعني يمكن اشترك عندنا 99 متسابق من 56 دولة على مستوى العالم. تم تصعيد 13 متسابق إلى التكريم، وهو ما تم تكريمه في ليلة القدر التي يعني شرفنا بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتكريم المتسابقين، وكان من ضمنهم طبعا الدكتور ماهر. طيب دكتور ماهر ألف مبروك، يعني ما شاء الله حاجة مفرحة وحاجة تحسس الواحد بالفخر. فكرة التصفية ان احنا نوصل لغاية المركز الأول ونحصل على المركز الأول ما كانش الموضوع اكيد سهل. نعم، ولا بسيط ولا خد وقت قليل، ولا خد وقت قليل ما كانش لا مشكلة. لا طبعا كبير عشان توصل للمركز ده، لان انت دلوقتي بتمثل مصر. يعني وزارة الأوقاف بتعمل لك اختبارات الأول أولية، هتبقى على مستوى الجمهورية او مستوى المحافظة، فبنختبر مثلا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبعد كده مثلا يتم الاختيار على واحد أو اثنين بيمثلوا مصر على مستوى العالم. عملتوا تصفيات يعني؟ أكتر من 8 تصفيات أولية. بعد كده احنا وصلنا 3 صفينا على مستوى العالم بقى، كل الدول أنت بتمثل مصر والدول كلها التانية معاك، تمام؟ فأنت لازم تكون على قد المسؤولية، لدرجة إن الواحد يعني كان بيراجع مثلا في اليوم 10 أجزاء من القرآن. ما شاء الله. أيوه، لأن يعني المسابقة ديك ما ينفعش تخطأ فيها ولا خطأ. الخطأ بينقصك درجتين. أيوه. والعالم كله عاوز يشوف مصر، والقرآن قرأ في مصر. صحيح. فلازم يكون الواحد قد المسؤولية. فإحنا بصراحة يعني أولاً بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم احنا اجتهدنا عشان نوصل للمكانه دي يعني او المركز ده. استفادات متعدده، قراءه 10 اجزاء في اليوم. نعم. يعني ما شاء الله على الثواب اللي نعم. انت خدته، وما شاء الله كمان على ان انت بقى اكيد لما بتخلص بيبقى في نوع من انواع التدبر يعني. نعم. اكيد مش قراءه كده وخلاص. واسترجاع ده اعتقد انه يعني ساعد كتير جدا عندك على كمان ايه، صفاء ذهني وهدوء. نعم. واخد الامور داخل ما انتش قلقان بقى، يعني مين قال بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. يعني هو برضك انا بشكر معالي وزير الاوقاف. الوزير عمل يعني حاجه لم يسبق اليها. قبل كده كان بيهتم بالحفظ فقط. يعني انا حافظ القران كله. الوزير ادخل حاجه جديده. ايه بقى الحاجه الجديده؟ ايه؟ يقول لك حفظ القران مع فهم المعاني والمقاصد. نعم. احنا عاوزين واحد مش حافظ بس، لا طبعًا. عاوزين واحد حافظ وفاهم، مش بس كده، وفاهم فهم صحيح. وده يعني انت عفوا يا مصطفى، انت كسبان في فقط مش بس ترتيل القرآن الكريم وتسميعه، لا ده حضرتك كمان اتوفقت في ان انت تكون. نعم. فاهم او يعني الاكثر عالميا نقدر نقول كده. نعم نعم. فهما لمعاني القران طبعا. انت بتقرا الحفظ وبعد كده بتقرا المقاصد والمعاني والتفسير عشان يبقى في امتحان تحرير وشفوي في المقاصد والمعاني. عشان نقدر نقول لا ده واحد حافظ وفاهم. ايوه. عشان نبدا يعني نظهر للناس وسطيه الاسلام وسماحه الاسلام. صحيح. صفيت مع مين؟ صفيت مع مين من دول العالم؟ المغرب والاردن ودول كتير، يعني 56 دوله. ايوه. المراحل الاخرانيه والسودان. عشان نوصل المركز الاول بامر الله. ما هو احنا كنا في مصر 3 وكل الدول اشتركت معانا، اللي هي الاردن والمغرب، يعني دول كثيره. طب. تمام. وفضل الله الاول انا المركز الاول في على مستوى العالم في الحفظ والفهم والصوت الحسن، والمركز الثاني حصل عليه المتسابقه السوداني. السوداني. نعم صحيح. عظمه المدرسه المصريه في التلاوه هي الافضل والابسط. نعم. والادق في قراءه القران الكريم. خلينا ناخد نموذج قبل ما نحلل هذا الكلام. طيب حاضر. امتعنا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. دكتور لو جينا قلنا رعاية قارئ القرآن ازاي بتحصل من قبل وزارة الأوقاف؟ الحقيقة يعني احنا زي ما قلت لحضرتك يعني الاهتمام بالقرآن الكريم هو اهتمام متعدد. يمكن احنا بدأنا حتى بداية من النشأ الصغير للقرآن الكريم. يمكن أطلقنا في صيف العام الماضي البرنامج الصيفي للأطفال لحفظ القرآن الكريم، والحقيقة هو قام على عدة محاور أساسية. المحور الأول هو كان محور الحفظ، والمحور الثاني هو محور الفهم. يعني نحن كما قلت لحضراتكم ننطلق من منطلقات شرعية، يعني عندنا كما يقولون الصحابة رضوان الله عليهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أن الواحد منهم كان إذا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. علشان كده إحنا منذ البداية وإحنا بنحاول قدر الاستطاعة أن نصل إلى هذا النشأ. البرنامج تم إطلاقه في كل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف؟ لا والله، إحنا رأينا التوزيع الجغرافي كل المساجد لا، لكن إحنا رأينا التوزيع الجغرافي. هو الحقيقة كان وصل أكثر من 7000 مسجد على مستوى الجمهورية أقيم في هذا البرنامج، البرنامج الصيفي للطفل، وكان استمر 3 شهور. ولما لقينا البرنامج نجح واستمر بعد ذلك يعني النجاح والإقبال من الأولاد على المساجد، استمرينا فيه حتى وقت الدراسة تحت مسمى البرنامج التثقيفي للطفل. ليه بقى أنا بسأل السؤال ده؟ علشان السنة اللي فاتت ولادي لم يوفقوا في الالتحاق بالبرنامج لبعض المسافة، عشان كده كنت بتأكد فين ليه مش معمول في أغلب الأماكن أو في أماكن. والله إحنا يمكن إن شاء الله أعتقد يعني إن ده حاجة تبقى مهمة جدا. حاضر. إنها تبقى متاحة إن شاء الله بإذن الله. إحنا يعني بنعمل التوزيع الجغرافي للبرنامج، بنحاول قدر الاستطاعة إن إحنا نجتهد إن يبقى فيه
توزيع جغرافي للبرنامج، واحنا ان شاء الله يعني بصدد ان احنا نعيد هذا البرنامج مره ثانيه في هذا العام اللي هو البرنامج الصيفي للطفل، وان شاء الله عندنا خطه هنتوسع في المساجد، وده يعني اهتمام مبدئي من القران الكريم، ولا نغفل كذلك عن الدور التثقيفي او صحيح. الدور الترفيهي للطفل صحيح. لان بيمثل لنا عامل جذب بالنسبه للاطفال عندنا. فالحقيقه البرنامج التثقيفي للطفل عندنا قائم على عده محاور اساسيه تتعلق بالقران الكريم فهما ودراسه. ويمكن معالي الاستاذ الدكتور وزير كان قال كده، قال ان احنا يعني لا نقف عند مجرد الحفظ صحيح. بل كل ما يتصل بالقران الكريم فهما ودراسه واستيعابا وفهما لمقاصد المقاصد العامة للآيات والصور التي جاءت في القرآن الكريم. أروح أو أرجع على الدكتور ماهر الفرماوي الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم. كنا تكلمنا عن المدرسة المصرية، وأنت ربما خير سفير لهذه المدرسة، أنت من مثلت هذه المدرسة خلال فعاليات هذه المسابقة، وأنت من يعني إيه حصدت المركز الأول باقتدار. ما الذي يميز المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم عن باقي المدارس الموجودة سواء في الخليج، في الشام، في المغرب العربي، إخواتنا الأفارقة؟ يعني هل إحنا لنا لون معين؟ تفضل. المدرسة المصرية في تلاوة القرآن أنا بقول هي إيه؟ هي الجذع، هي الأصل، هي الأساس، وكل المدارس الأخرى فروع. يعني حضرتك لو لقيت حد متقن أو شاطر في مجال تلاوة القرآن اعرف أنه سميع جيد للمدرسة المصرية. رحنا الدول الأخرى وسمعنا القراء هناك لأنهم بيعملوا إيه؟ جايبين الشيخ موسى إسماعيل وبيدرسوه آية آية. طب إيه اللي يميز المدرسة المصرية؟ بساطتها. نعم، بسيطة جدا، هي الجملة بتتقال بشكل بسيط من غير تلوين. نعم، زي باقي المدارس يعني. لا، هي والقراء يعني ممكن يقولوا أكثر من لون، لكن هم عندهم حد اسمه حد الأحكام. يعني لو لقيت، بص يا استاذنا احنا عندنا 8 مقامات اللي هو البياتي والرست والكرد وحاجات زي كده، كل قراء بيقراوا بيهم، بس لو لقينا المقام مش بقول لك ايه هيطغي على الحكم، لا. يعني مثلا هجيب مثلا مثال هقول ايه، لكن الله يشهد بما المقام بيقتضي ان انا اقول ايه؟ بعلمي. طب ما انا كده هضيع الحكم. يبقى انا عندي سقف، انا الون واقول نغم وكل حاجه لكن في حدود الاحكام. يعني عايز تقول فهم معاني القران الكريم الافضل في توصيل معاني القران الكريم هي المدرسه المصريه. نعم، التصوير، وده سر عظمتها. التصوير النغمي، التصوير النغمي. لقيت ايه فيها عذاب. طبيعي ان انا اقراها بمقام صبا، ده حقيقي جدا اللي بتقوله. آيه ده فيها فرح، بنشوف ده في المدارس الثانيه بس ما بنشوفوش فعلا في المدرسه المصريه. يعني ان المتقين مفازة، دي مقام فرح. بيتقال مثلا يعني ان للمتقين مفازة. انا بوصل للمستمع لايه؟ الفرح. ما ينفعش اقولها ان للمتقين مفازة. كل آية بيبقى ناتجة عن فهمك أنت للآية وتوصيلك للمستمع. التصوير النغمي للقرآن الكريم هو ما ميز هذه المدرسة. أيضا المحافظة على أحكام التجويد هي الميزة الأخرى التي ميزت هذه المدرسة العريقة. صحيح صحيح صحيح. يعني احنا مش عارفين نقول ايه، احنا سعداء بوجودكم والله، احنا اسعد ونورتونا وشرفتونا، وسعداء بالمجهود اللي بتقوم به وزاره الاوقاف حقيقي. وسعداء جدا بالمراكز المتقدمه المشرفه جدا، مش مراكز متقدمه فقط، المركز الاول في مسابقه القران الكريم العالميه، وفخورين بالمدرسه المصريه. جدا طبعا. جدا، ويمكن ده اللي كنا يعني مهتمين نتكلم فيه على مدار شهر رمضان. نورتونا وشرفتونا، شكرا لوجود حضراتكم معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم، الدكتور محمد نصار مدير الارشاد والدعوه بوزاره الاوقاف، والدكتور ماهر فرماوي الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة.